أخ سليمان اليحيائي، كيف حالكم؟ الحمد لله نشكر الله. كيف صحتكم؟ بارك الحمد الله. سمعت الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله بارك الله فيكم. الحمد لله. أهلا بك. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضل. كون الموضوع طبعا عام. سؤال أول في الولاية والبراءة اللي تحدثت عنها في البداية، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا. هنا هل يتبرأ من المسلم بكونه عاصي أم لأنه وقع في المعصية؟ نعم، بسبب وقوعه في المعصية. وهل هي تقصد بالمعصية الكبيرة كترك الصلاة والصيام مثلا وفعله من محرمات الله سبحانه وتعالى الكبائر؟ السؤال الثاني بالنسبة لما يشاع أو ما يقال عن الإباضية بأنهم يتبرؤون من عثمان وعلي، هل هذا الإباضي، لماذا دائما نسمع مشايخنا يقول عثمان ولا يقول رضي الله عنه كما يقول لأبي بكر وعمر، وأيضا علي يقول كرم الله وجهه ولا يقول رضي الله عنه، علما بأن الشيخ قبل قليل قال بأن خالد وليد لم يصر على المعصية، وعلي بن أبي طالب كما يروى عنه أنه عندما قتل أهل النهروان تاب بعدها توبة إلى أن فارق الحياة، علما أن من ضمن شروط التوبة الندم في وقوع المعصية. هل الرواية ثابتة؟ ونريد أن الشيخ يفسر فيها بشكل مختصر يعني. السؤال الثالث، يقع عندنا في المساء